السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا يا جماعه نتكلم فيه عن الدخن، وايه هو الدخن، والدخن ده ايه، الفيتامينات اللي بقدمها للعصافير بتاعتنا، وهي الفوائد بتاعته اللي ممكن يعملها للعصافير بتاعتنا. الدخن يا جماعه ده عباره عن سنابل، احنا بنقدم السنابل دي للعصافير بتاعتنا في اي وقت، وموجود طول السنه، بس عامه هو غالي شويه، فانت بتجيب على قد امكانياتك. يعني انا بجيب على قد امكانياتي، على قد الطيور بتاعتي، فحضرتك ممكن تجيب معاك من اول 30 جنيه لحد يعني وانت طالع. فانا بجيب العصافير الحمد لله بجيب لهم ب 100 جنيه، يعني الشويه اللي قدام حضرتك ب 100 جنيه، فانا بجيبهم لعصافيري يعني كل شهر ايه بجيب ب 100 جنيه العصافير بتاعتي. الدخن يا جماعه دوت نوعين، في دخن احمر وفي دخن اصفر، اللي قدام حضراتكم دوت الاصفر، والنوع ده كويس جدا جدا برضو يعني، بس الاحمر يعني احسن منه شويه، بس احنا بنقدم المتاح لان الاحمر مش متوفر دلوقتي في مصر. يعني من اهم الفيتامينات، الدخن ده يا جماعه ان هو فيه فيتامين الف، وفي فيتامين ب، وفي فيتامين سي، وفي فيتامين د، كل الفيتامينات دي موجوده في الدخن قدام حضراتكم ده. كمان من اهم الحاجات اللي بيقدمها الدخن للعصافير بتاعتك ان هو بيحتوي على نسبه بروتين عاليه، وبيحتوي على فوسفور، وبيحتوي على كالسيوم، وبيحتوي على حديد، وبيحتوي على بوتاسيوم. كل الحاجات دي بيحتاجها عصافيرك علشان تبقى نشيطه، وعلشان عصافيرك تقدر تدي لك انتاج كويس جدا جدا. احنا بنعمل بنقدم الدخن دوت، بنقدم سنبله كل قفص، سنبله واحده لكل قفص، لو عندك زوج بتقدم لهم سنبله واحده، عندك اكتر من زوج بتقدم لهم على حسب، يعني مثلا لو عندك خمس ازواج بتقدم لهم ثلاث سنابل. هما ما شاء الله العصافير بتتجمع حوالين السنبله وبياكلوا، زي ما حضراتكم شايفين كده في الفيديو السنبله طويله ما شاء الله، فالعصفور بياكل الحبوب اللي جوه دي اللي بحركها في الفيديو دي، بيقشرها وبياكلها. كمان يا جماعه الدخن ده بيعمل على ايه؟ ان هو بيدي مصدر طاقه قوي جدا جدا للعصفور بتاعتك، لانه بيديهم بطاقه عاليه، الطاقه دي بتدفعهم في الشتاء، بتدفع جسمهم، فبتلاقي العصفور ما شاء الله نشيط. حاجه ثانيه بيعمل على ان هو بيقضي على التشحيم والتليس، يعني بيحاول يعني انت عندك طيور عايز تخليها تنزل التشحيم اللي فيها او التليس اللي فيها، قدم لهم الدخن وان شاء الله باذن الله يعني مفعوله قوي جدا ما شاء الله، زيه زي يعني ايه زي الدنيبه كده، بس الدنيبه ما يعني ما بتمدش العصفور بتاعتك بطاقه، لا الدخن بيمد العصفور بتاعتك بطاقه. كمان بيساعد على الهضم، مفيد جدا في عمليه الهضم، وكمان مضاد للامساك، يعني لو عندك العصفور بتاعتك عندها امساك شديد بتعمل حمام ماسك قوي، لا ده بيعمل على عمليه ان هو بيخلي العصافير عندها ما يبقاش عندها امساك. الدخن كمان يا جماعه بيعمل على تنظيف الكبد، بينظف الكبد بتاع العصافير بتاعتك من السموم، يعني لو عندك العصفور عندك كسلان وعنده سموم في الكبد، لا الدخن بيقضي على السموم اللي جوه الكبد دي. وبيعمل على تنشيط الجهاز التنفسي، لو عندك العصافير عندك عندها مشاكل في الجهاز التنفسي، الدخن بفضل الله بيعمل لك برضو عمليه تنشيط للجهاز التنفسي بتاعك. حاجه كمان يا جماعه احنا بنقدم الدخن ده للطيور بتاعتنا اللي معاها فروخ، يعني انا واحد من الناس لو عايز افطم الفروخ بتاعتي بقدم لهم الدخن ده جوه العش. يعني انا عندي طيور الروز، لو الزغلول بتاعتها انت عارفين ان الروز بيحب يقعد في العش فتره طويله، فطبعا الزغلول بتاعته اول ما بتشوف اي انسان بيجرم على العش بتاعه، فاحنا بنحط جوه العش بتاعهم دخن بحيث ان الزغلول والفروخ تقدر تاكل منه، وعمليه الفطام سهله عليها لانه قدر يقشر وعرف ياكل البذور. برضه بنعمله مع البادجي، البادجي بحطه جوه العش بتاعتهم في مرحله فطام الزغاليل، بيكون الزغاليل مع الاهالي جوه في العش، فاحنا بنحط لهم بنقدم لهم الدخن دوت. برضه بعمله مع الكوكتيل، برضه بعمله مع الزبره، ما شاء الله كويس جدا. في المطار عندك لو عندك العصافير كسلانه في المطار ومش نشيطه كده، لان زي ما حضراتكم عارفين كلنا عندنا المطارات بنحب نشوف العصافير بتاعتها وهي بتطير جوه المطار وبتروح وتيجي جوه المطار، فطبعا الدخن بيعمل لهم حاجه زي تنشيط في الدوره الدمويه، فبيخلي العصفور عندك ما شاء الله في طاقه عاليه، وبيروح وبيجي في قلب القفص بتاعك. الدخن كمان مفيد كمان لعمليه مفيد كمان للذكور في عمليه التزاوج، لانه بيعمل على تنشيط الذكور، بيخلي الذكر نشيط ما شاء الله، ويقدر ان هو يطلع على الانثى ويقدر ان هو يتزاوج مع الانثى. فالدخن يا جماعه فوائده كتيره جدا جدا جدا، ما تحرمش طيورك منها. لو انت يعني مش قادر تجيب مثلا كيلو، هات على قدك، هات على قد مقدرتك، ممكن تطلب من التاجر قول له اديني ب 30 جنيه هيدي لك على قدك، يعني لو انت عندك اقفاص قليله هتجيب على قد الاقفاص اللي عندك، يعني ممكن تجيب 10 سنابل
15 سنبله، فبتحط في كل قفص سنبله واحده. بوري حضراتكم دلوقتي نموذج وانا بقدم العصير بتاعت السنابل دي، وبحطها جوه المطارات بتاعتي. انا بحط السنابل اهوت علقها في القفص، يا اما تحطها في الاكياس زي ما انا حاططها كده في المطار بتاع العصافير البادجي. حطهم اتنين دلوقتي برضو هنا في القفص بتاع عصافير الزبرة. ما شاء الله الزبرة بتعشقها. معلش انا اسف بقى على المشمعات اللي انا حاططها دي، احنا في الشتاء. انت بس اهم حاجه تعلقها وما تخليهاش تبقى ايه موجوده على الارض، بحيث ان الزغاليل والحاجات دي ما تعملش فضلات عليها، فطبعا تبقى مضره ليهم. فاحنا بنقدمها للعصافير في الاكلات او بنعلقها، ولو عندك فروخ بتحطها في العش جوه الفروخ عشان خاطر الفروخ ايه تاكل منها وتتعلم عمليه الفطام، تعرف يعني تكسر الحبوب وتاكل الحبوب بتاعتها. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.